في خبر انا بقرا لكم تغريده. رامون دياز بتال جوست طبعا زميل الاعلامي القدير في تغريده لا يقول الان عوده دياز الكره السعوديه مدربا لفريق الاتحاد وتكفل رئيس الهيئه بكامل عقده اثبات جديد على ان رئيس الهيئه لم يتسبب في اقالته من الهلال كما اشيع كيف يقيل ويعيد. انا شدني تعليق على تغريده اخونا بتال جوست. الغريب ليش منعوا الاهلي من التعاقد معاه واسمحوا للاتحاد الان؟ هل كان الاهلي اقرب؟ الله اعلم. اذكر فيه كلام قالوا منع او شيء لكن عاد السبب الله اعلم. انا هم كاتبين لي تغريده بس ما ادري هل هي تغريده يعني صحيحه ولا لا، صراحه انا ما ادري. بس هي للاخوان في جروب الموج الازرق. هل هي فوتوشوب او لا ما ادري. يقولون تركي آل الشيخ وهو قايل يعني المستشار تركي آل الشيخ قايل الأهلي كان يريد التوقيع مع رامون دياز وأوقفت تعاقدهم معه. أنا أذكر هذا في شهر 3/2018. أي أذكر ولد رامون دياز له تصريح مثير، يعني قال إحنا ما راح، أنا ناسي والله، قال ما راح أوقع أو ما راح نوقع في السعودية لغير الهلال أو لا ندرب في السعودية غير الهلال. فحزته أعتقد كان هل هي مفاوض، هذا كان أعتقد في شهر 3 أبطل. هل هي كانت مفاوضات الأهلي؟ الله أعلم. عموما في كلمة بس بشكل سريع، الهلال طلع رامون دياز هم اللي قالوا له معك مع السلامة، راح الاتحاد الله يوفقه، مو عيب ولا غلط. لا لا مو هم اللي قالوا له مع السلامة. ها أنا أختلف مع الأخ بتال جوس في الجملة اللي قالها. لكن ليش لا هم ليش هم اللي قالوا الهلال يبونه ولا الحين جمهور الهلال قاعد يتغنى بدياز ويبي دياز؟ جمهور الاتحاد هم عضو مجلس اداره ولا نواف بن سعد رئيس مجلس اداره؟ ما عندي وقت. ما عندك نواف بن سعد رئيس مجلس اداره هو اتخذ القرار واكد هالعلم. مسعود امور ترى ما عندي وقت ما بس عندي. احترم اخوي بسال جوز وقدره لكن هذا الموضوع راح يطرح النقاش في وقت لاحق. بس مع احترامي كلامك مشكور في غير محله وخاطئ.